إذا أستاذ أبريحة رقم 3 من الروتر. فعلا ملي تصبيهم سولوني على الروتر ويعني وبعض الأسئلة اللي جاوبت عليها، فتبين أن المشكل يحتاج إلى تقني بعد بحضور تقني في أقل من 48 ساعة، مرت جميع الساعات يعني وكجميع الوعود فهي وعود ضائعة، يعني فقط وعود وكفى. لكن هنا الحل هو الزيارة يعني حتى يكون حل إن شاء الله. إذا هذا عبارة عن تطبيق يعني هو مشابه للامتحان، سنحاول أن نجيب عنه، يعني وحتى الامتحانات التي وضعتها في العرض الأول في الشرائح الأولى أيضا سنجيب عنها. إذا عرض الليلة سيكون فقط الإجابة عن كل هذه الأسئلة، على أن يكون الجزء الثالث هو خاص بمكون القراءة، التعبير الكتابي، الدرس اللغوي، الكتابة والقراءة. يعني نتمنى أنني ما نكونش حتى مكون. وبالنسبة إن تبقى وقت سوف نجيب عن أسئلة الامتحان المهني للسنوات من 2012 إلى 2015، إن لم يتبقى يعني على حسب الزمن سنضيف جزء رابع لكي نتمم هذا الموضوع، ونتمنى يعني ظروفي تسمح لي لكي أقدم مادة أخرى أو مواد أخرى، وخصوصا المادة الأولى. نعم، نركز على التعبير والقراءة والتعبير الكتابي فحسب من فضلك. وما أدراك أنهم لن يعني لن يكون الدرس اللغوي أو الإملاء أو الكتابة في مضمون الامتحان المهني. إذا الإنسان يستعد للصدفة. أستاذة حكيمة، سوف نبدأ لأن بعض الأمور تحتاج إلى إذا لا لا إذا لا لا أذكر السنة، ولكن تم يعني حطوا درس الحال، وللأسف يعني الأساتذة اللي ما تذكروش القاعدة، يعني كان النصيب يعني أو الحظ كان قليل. لذلك المرجو الاطلاع على كتب المتعلم لمعرفة الأنشطة لأنها تستعمل في المعالجة، وأيضا معرفة أنواع النصوص التي تقدم في القراءة أو تقدم كنصوص انطلاق بالنسبة لمكون التعبير الكتابي. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. يعتبر درس التعبير الشفهي المنطلق الأساسي لتنمية الكفاية اللغوية. خطط للحصة الأولى في مادة التعبير. إذا الحصة الأولى سوف نخططها وهي عندي في الشرائح. هناك مقترح إذا عذرا، كيف ما قلت أن يعني سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، وفي الأخير سأظهر مقترح الإجابة، وحتى هو قابل للتعديل، يعني ممكن أكيد يعني هو عبارة عن مقترح، ونتمنى أننا تكون عندنا إضافات عليه إن شاء الله. خطط للحصة الأولى في مادة التعبير الشفهي في المستوى، مستوى تنقص في المستوى الأول في مجال الطفل والأسرة، محددا ما يلي. إذا هنا تم تحديد المكون اللي هو التعبير الشفهي، تم تحديد الحصة وهي الحصة الأولى، تم تحديد المجال الذي هو الطفل والأسرة. إذا سنرى كيف سنوظف كل الكلمات المفاتيح التي تكون مرفوقة بالامتحان. إذا ستحددون أول عنصر وهو مواصفات المتعلمين والمتعلمات. نعم، أنا كنت يعني قبل أن هذا الامتحان يعني هو من وضعي، وكنت فكرت في المجال، يعني فكرت أنني ندير مجال أو نحط مجال مثلا غير موجود، مثل ما جاء في الامتحان يعني تحط المساواة بين الجنسين.
تحط على ما أظن حقوق، يعني شيء هيك عنده علاقة بالحقوق، ولكن من الأحسن أننا ندربه في يعني في ضمن المجالات الثمانية المسطرة سلفا. إذا مواصفات المتعلمين والمتعلمات، الكفاية المستهدفة، الهدف أو الأهداف التعلمية، وضعية مشكلة تعليمية، كيفية تدبير الفوارق الفردية وأشكال العمل ومراحل الإنجاز والوسائل الديداكتيكية وتقنيات التنشيط وتدبير الزمن، وضعية تقويمية، إذن الصعوبات التي أفرزتها نتائج التقويم وكيفية معالجتها. أضفت أسئلة يعني حتى يعني لا نكون فقط نمطيين، وإنما للإغناء للتوسع لي. فعلا أستاذ أبو هيبة، يعني الإنصاف أو المساواة، ما هي القيم التي تم تنميتها أثناء تنفيذ الحصص، يعني حصص التعبير، يعني وأنت تنجز حصصك مع المتعلمين، ما هي القيم التي قمت بتنميتها وكيف تنميها لدى المتعلمين؟ مثلا في آخر سؤال أعطيت مثلا قيمة المبادرة، كيف ستنمي المبادرة لدى المتعلمين من خلال تنفيذ حصص أو ترسيخها؟ يعني هنا المصطلحات لا يهم بقدر ما يهم التدرب على كيفية الجواب. كيف تستثمر البيداغوجيات الوظيفية؟ يعني وهنا سيظهر لماذا أرفقت كل تلك المواضيع بالجزء الأول، وكانت عبارة عن عرض يعني إلقائي فقط من أجل تعزيز ومن أجل يعني تثبيت ومن أجل ضبط المصطلحات لا غير. لكن شيء مجالات حتى نعم. إذا كيف تستثمر البيداغوجيات الوظيفية؟ والبيداغوجيات الوظيفية يعني فقط للتذكير، هي التعاقد، الوضعية المشكلة، المشروع، الخطأ، اللعب، وعندنا الفريقية وما هي. إذا أثناء هنايا يعني مثلا غادي كيف توظف الفريقية أثناء التخطيط وأثناء التنفيذ وأثناء التقويم. إذا كيف تستثمر هذه البيداغوجيات وكيف تنمي التعلم الذاتي لدى المتعلمين خلال حصص التعبير الشفهي، يعني بالضبط حصص التعبير الشفهي. إذا هذه ممكن وضع نعم. إذا بمجرد أن ننهي العرض سأضعه، ونتمنى فقط الصبي بيسمح، سأضعه على صفحة الغرفة على شكل بوربوينت كما جرت العادة. يعني للأسف لظروف يعني تمكنت من أنني نخطط لجود هذا النموذج اللي غادي تكون نموذج وهي قابلة للتعديل. يعني إذا الصوت المشكل يعني ديال الأطفال اللي تيلعب حزين. إذا كيف ما قلنا يعني إذا لحظة هشام يمكن الحمد لله شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ألف شكر على السؤال. كيف ما قلت أن للأسف يعني هذا العرض هذا لم أحضره إلا هذا يعني في يعني بعد السادسة، وتمكنت من أنني المهم هو الجدادة يعني الحصة، لكن هذه الأسئلة الأخرى إن شاء الله سوف يعني لم أكتبها على الشرائح لأن لم يعني الوقت لم يكن كافي، ولكن الجواب راه عندي. فقط نتمنى يعني يكون عندنا مقرر الليلة، لأن هذه الأسئلة هذه لا الأسئلة عندي، ولكن فقط في يعني
في الدماغ كما كنقولوا، لم اسجلها ولم اكتبها. نحتاج مقرر ليلة يعني يكتب لنا الأجوبة حتى لا تضيع، يعني هذه الأجوبة التي سوف تكتب على السبورة أو ستكون عبر مداخلات صوتية. يعني نريد أن يكون هذا الموضوع هذا مقرر، يعني يكتب لنا رقم السؤال، أو سوف أرسل له هذه الشريحة هذه، يعني نرسل لي هذه الصورة عبر الفيس، وهذه الصورة تكون يعني يكتب الموضوع على شكل وورد انسيرسيون ايماج، يحط هذه الصورة ويرفقها بالأجوبة، يعني ما عليه إلا أن يأخذ ورقة وقلم ثم ينجز التقرير حتى لا تضيع إجاباتكم، لأنها هي يعني هي التي ستغني أقوم مدة يعني فقط مدة 15 دقيقة لكي تفكروا في الوضعية، لكي تفكروا في الجدادة. يعني كم خانة ستكون في الجدادة؟ هنا الأسماء كثيرة، إذا ما هي العناصر التي ستتضمنها الجدادة؟ وسنتفق على عدد العناصر، يعني بعض وبعض المفاهيم تم ذكرها وبعض المفاهيم لم تذكر. إذا هل أنا مطالب بأن أرفقها بالجدادة أم فقط يعني نحترم ما طلب منا؟ إذا 15 دقيقة وسنلتقي مجددا لكي يكون إذا الأستاذ بشير ألف شكر، يعني سأرسل لك هذه الشريحة هذه الصورة هذه، ونتمنى يعني بعد فقط المدة لكي تنجزوا هذه الأسئلة هذه، ونلتقي ليكون العرض تفاعلي، ونتفق على شكل إجابة واحد. وكما قلت يعني المقترح الذي قدمته هو يعني قابل للتعديل، هو فقط اجتهاد شخصي حسب المستجدات وحسب كل ما ظهر في الساحة. يعني سوف يعدل إن شاء الله. إذا من حفر؟ نعم من حفر. إذا حتى لا أطيل وأقتط يعني الوقت، نتمنى الوقت يكون في صالحنا، سأترك اللقط، وألف شكر لحضوركم، وألف شكر لكل من سيساهم أو ساهم في الموضوع، ودائما ننتظر انتقاداتكم، لأن بالانتقادات نرتقي، وبالانتقادات نطور من أنفسنا، وهنا لتبادل الخبرات، لا يعني فقط تبادل الخبرات والتعاون والتكوين المستمر. أين التنقيط؟ إذا التنقيط هنايا ممكن يتكلف أستاذ ويحط لنا التنقيط، إذا حتى هذا يعني لما لا؟ وفقط أن التكوين يعني هو متاح للجميع، خصوصا وأن المدن الصغرى يعني بعيدة كل البعد عن التكوينات وعن المستجدات وعن 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 وعن، لذلك فهذه فرصة أننا يعني تصبح التكوينات للجميع، ويصبح الجميع يعني عنده نفس المواصفات، وعنده نفس الكفايات ونفس القدرات، حتى تصبح الاستحقاقات المهنية هي ملك للجميع إن شاء الله. إذا دقائق حتى يعني نتهنى من هذا الدوري هذا، وأيضا بما أجبتم على الأسئلة، ونلتقي إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاحظت أن الأساتذة يجيبون على السبورة التفاعلية رجاء احتفظوا بالإجابات إلى أن تبدأ المناقشة، لأن العرض سيكون تفاعلي وسنساهم جميعا في الإجابة عن هذا الامتحان، وبعده إن شاء الله يعني بعد أن ننهي الجزء المتعلق بباقي المكونات و إنجاز، يعني سوف تلاحظون أن إنجاز الامتحانات المهنية السابقة سوف يصبح يعني سهل جدا. ونتمنى من العلي القدير أن الامتحان يعني بالنسبة للناس الذين يريدون أن يجيبوا على امتحان اللغة العربية يكون حليفهم التوفيق إن شاء الله. يعني اعتبروا أن هذا الامتحان هو الذي ستجدونه أمامكم، يعني كل أستاذ يحاول يجاوب انطلاقا من يعني رجاء يعني احتل جوجل يعني من يعني هكذا يستحسن الابتعاد عن يعني الجواب فقط بما علق في اذهانكم. وايضا اذا الشرطي فقط منع الكتابات. لا لا يا أستاذ مصطفى، امتحان يأتي هكذا، يعني لا يضعون لا موضوع ولا شيء. أنا يعني كانت عندي المحاكاة للامتحان فقط لا غير. ممكن كإضافة أننا يكون، ولكن هذه الحصة لن نحتاج للأساليب والتراكيب والصرف والتحويل. إن كانت الحصة الثانية سوف نحتاج لهذه الأساليب هذه، وممكن أننا ننجز إذا الحصة الأولى هي مكتوبة عندي. المانع من الكتابة يعني كتابة الحصص كاملة بحصص التقويم والدعم هو مشكل الوقت، يعني لأن للأسف عندي التزامات تمنعني من يعني عندي الوقت ضيق هذه الأيام للأسف. لذلك سوف نكمل الحصة الثانية والحصة الثالثة بشكل شفوي، والأساليب التي سوف نستعملها ستكون هي الأساليب يعني الاستفهام بهل، بالنسبة للتراكيب استعمال الجملة الفعلية، صرف وتحويل سيكون هو استعمال الفعل الماضي مع المتكلم المخاطب والمخاطبة، لأن في المستوى الأول يعني تكون الضمائر يعني هناك يعني مبدأ التدرج هو ظاهر بشكل صريح في هذا المستوى هذا. إذا تفضلوا أساتذة، مدة للتفكير وسوف نعود إن شاء الله. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ السلام عليكم. بالنسبة لي بغيت غير نعرف، أنا معايا جيت شوية معطلة، بغيت نعرف شنو هو الموضوع باش نحاول أنا نكون نمشي معاكم في نفس الوقت، ما عرفش شنو المطلوب منه. الله يجازيك بالخير. وأولا اسمح لي بالإسف، وتا بالنسبة للسيد أبو آدم والسي أبو أروى راه كنستافدوا منكم، شكرا بزاف. ودابا أنا راه ما عرفتش شنو غادي ندير، مطلوب مني غير سمح لي. الله يجازيكم بالخير. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم تدخلي متأخرة، دخلت في الوقت يعني بالضبط. يعني البداية كانت مع الأستاذ أبو آدم، قدم ملخص لما تم تقديمه في الجزء الأول. الجزء الثاني هذه أول شريحة، يعني اللي هي عبارة عن تطبيق لكل ما تم التطرق له. هل الأستاذة طارت؟ إذا للأسف ننتظر حتى تعود ونوضح المطلوب، لأن هذا تعاقد صريح. هي إذا الأستاذة، مرحبا بالأستاذة. ومن يعني التعاقد الصريح يكون إظهار وتوضيح المطلوب بالضبط. إذا الأستاذة ساجد،
الجزء الثاني، هذه أول شريحة في الجزء الثاني، وهي عبارة عن تطبيق لكل ما تم التطرق له في الجزء الأول. عندك هنايا درس التعبير، إذا خططي للحصة الأولى في مادة التعبير الشفهي في المستوى الأول في مجال الطفل والأسرة، وسوف تحددين المواصفات الكفايات لهدف الوضعية إلى غير ذلك. يعني رجاء اقرأي الأسئلة، ويعني حتى أبو آدم لو سمحتي ضع سطرا تحت الوضعية التقويمية، لأن هذا ما ستضمه الجدادة. يعني أما الصعوبات والقيم والاستثمار والتنمية سيكون يعني سنناقشه إن شاء الله. لابد من الموضع، هل هو أفراد أسرة أم شيء آخر؟ إذا أستاذ مصطفى، هذا هو المجال، الطفل والأسرة. إذا هنا عندك حرية كبيرة لتظهر الإبداعية، لتظهر أنك قادر على تخطيط الحصة دراسية خاصة بمكون تعبير شفهي انطلاقا من المجال ومن هذه يعني العناصر المساعدة حتى تخطط لهذه الحصة. إذا حتى لا أكون أنا عنصر تشويش وأمنع عنكم تركيزكم، رجاء يعني خذوا ورقة وقلم وحاولوا أنكم أن تجيبوا على هذا التطبيق هذا من أجل التدرب واستثمار كل ما تم في الحصة الأولى. لاحظت أستاذ أبو آدم أنك أغلقت الشات، إذا حتى نلتقي إن شاء الله. فقط أستاذ أبو آدم لو سمحتي أن تفتح الشات لكي يعني حتى يعطون الأساتذة إشارة عن أنهم يعني مستعدون لبداية التفاعل وبداية الإجابة عن هذه الأسئلة. لك جزيل الشكر، وموفقون إن شاء الله في جميع الاستحقاقات في الحياة الشخصية والمهنية. موطني موطني موطني.
السلام عليكم من جديد. نتمنى أنكم مستعدون أساتذتي الكرام، إذا أنتظروا الإشارة لنبدأ. والحمد لله أننا في عطلة، يعني لا نتقيد بالوقت. المفروض أن كان الوقت محدد قبل ذلك في الغرفة الصوتية، نعطي 50 دقيقة للمحاضر و20 دقيقة للمناقشة، وينتهي الوقت الرسمي للغرفة الصوتية. بعد ذلك تبقى مناقشات حرة أو في نفس الموضوع أو اختيار موضوع آخر حسب رغبة الرواد. إذن لا، السرعة مطلوبة لأن الوقت لا يرحم، والامتحان على الأبواب، ويجب في اللحظات الأخيرة، يعني كما يفعل العداء فهو يسرع حتى ينال ما يريده. إذن سأعيد قراءة هذا التطبيق، وسوف نتدرج مع الأسئلة بشكل تفاعلي. لاقط حر لن أحتكره، يعني من أراد أن يجيب ما عليه إلا أن يضغط على اللاقط وسوف أسلمه له. من أراد أن يكتب فله ذلك. المهم أن تتفاعلوا وأن تتدربوا. نحن هنا لسنا للحكم على أحد، لسنا لكي نقيم عمل أحد، نحن فقط نتعلم من بعضنا البعض، نصحح أخطاءنا، نقوي ونعزز مكانن القوة، ونقوي أيضا مكانن الضعف. إذا يعتبر درس التعبير الشفهي المنطلق الأساسي لتنمية الكفاية اللغوية. خطط للحصة الأولى في مادة التعبير الشفهي المستوى الأول في مجال الطفل والأسرة، محددا ما يلي: مواصفات المتعلمين والمتعلمات. إذا حسب المؤسسات التي تشتغلون بها، ما هي مواصفات متعلمين ومتعلمات هذه المؤسسة؟ إذا تفضل أستاذ، لك المنصب. إذا يبدو أنك ضغطت على اللاقط بالخطأ. بالنسبة يجب أن نفرق، نحن في امتحان، يعني أن الأستاذ سيكتب الوضعية كاملة قبل أن يتطرق للجدول، سوف يقدم الوضعية، لكن في الجدول سوف يتعامل على أساس أن هذه الوضعية. أستاذ سعيدون، يعني تفضل خذ اللقط ونسمعوا الجواب بشكل صوتي حتى لا نتعب يعني الرواد كثرة القراءة. إذا نتمنى أن تكون، تفضل أستاذ سعيدون، سوف أعطيك اللقط. والأستاذ الدحاني، رجاء لا تضغط على اللقط. السلام عليكم. كيف الإخوان؟ نعم، شكرا. بالنسبة لمواصفات قسم، كنظن أنها جماعة قسم، جماعة غير متجانسة، تتكون من مجموعات، 3 مجموعات، ربما جماعة متفوقة، جماعة متعثرة، وجماعة متوسطة. بالنسبة للوسط، سوسيو ثقافي ضعيف إلى متوسط. بالنسبة المسألة ديال العائلة، فهي تغلب عليها الأمية. الوسط القروي أيضا الذي يعيش به المتعلمون خالي من الكهرباء ومن شبكات المياه سلاح الشرب. وشكرا. كان فعلا جواب متكامل، يعني يشمل جميع عناصر المواصفات التي تحدد
صفات المسالمين والمسالمات، الاستاذ عبدو صححاني حتى يمر اللاقط يعني بشكل آلي رجاء. لا تضغط على اللاقط رجاء. السلام عليكم. إذا بالنسبة كاقتراح مني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكر الأخت مطمئنة على العرضين، العرض الأول وهذا العرض دابا. بالنسبة للإجابة ديالي حول السؤال الأول، مواصفات جماعة القسم وخصوصيات وسطهم الاجتماعي، جماعة القسم متعلمون ومتعلمات المستوى الأول، مستوى التحصيل الدراسي غير متجانس، مكتسباتهم اللسنية واللغوية والثقافية متفاوتة، استعمال النسق المحلي في كثير من الأحيان، يتوزعون حسب 3 فئات: 20% متفوقون، 30% متعثرون، و50% متوسطون. بالنسبة للخصوصيات المحيط المحلي، المتعلمون ينتمون لوسط قروي يعتمد على الأنشطة الزراعية كمورد اقتصادي، بنية تحتية ضعيفة، خدمات متواضعة. شكرا للأستاذة مطمئنة، تفضل سي بندحور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان الكرام، تحية للجميع. شكرا أستاذة مطمئنة. المهم باش ما نطولش عليكم، غادي نحاول ندخل مباشرة للموضوع، وأنا حاولت نكتب جدادة إذا كان ممكن نصورها ونصيفطها في سميتو ولا نقراها الآن. شنو رأيك أستاذة؟ واخا باش ما نعطلش نحاول نقرأ الأسئلة. حتى إذا سمحتي أنك تجاوب على السؤال الأول، وملي يعني ملي نكملوا السؤال الأول لاحظ معايا هذا اللازر. إذا غادي تجي لهنا، عندك إشراف غادي تجي لهذا هنا فين كيبان لك هذه الكرة الخضراء، غادي تضغط عليها وغادي تحمل الصورة، يعني تلك الصورة اللي كتبتي ياك صورتيها، غادي تحملها من هنايا وستظهر مباشرة في الغرفة. مزيان، إذا ملي تعرف الحمد لله. إذا تفضل أستاذ بندحو، عندما نتمم السؤال يعني مزيان. إذا شكرا أستاذة مطمئنة. إذا حاولت نخدم على واحد الجدادة كانت عندي قديمة هنايا، ديال المستوى الثالث، ولكن حولتها للمستوى الأول. إذا كيف كتلاحظوا هنا المستوى الأول، الوسط قروي لمواصفة المتعلم بدون تعليم أولي، ممكن نديرو احنا غير متجانس. المجال الطفل والأسرة، المادة هي التعبير الشفهي، الكفاية التعبير باللغة العربية الفصحى، الأهداف اكتساب المتعلم القدرة على التواصل الشفهي حول الأسرة مع استعمال أساليب متنوعة، اكتساب تعلم تعرف المتعلم رسميا. إذا أستاذ بندحو رجاء، يعني نريد أن نتدرج مع الأسئلة سؤال سؤال. يعني كنت تصور فقط المواصفات، يعني فقط المواصفات وتحطها بالشكل اللي ما شاء الله عليك يعني حطيتيه. ملي نوصلوا للكفاية رجاء نصور الكفاية، وحطها أيضا الأهداف الشكل ديال الجدادة. يعني نريد أن نتعلم كيف نجيب عن الامتحان. هنا كاينه إشكالية. لا، أستاذ بندحو، نحن لا يعني لا سوء الظن لا يوجد، الحمد لله. نحن هنا الإخوة، الانتقاد البناء مطلوب جدا، المطلوب أننا يعني نخطئه هنا وما نخطئوش في الامتحان النهائي إن شاء الله، ونحصلوا أعلى الدرجات، لأنك تكون الكوطة. وكيف ما كنقولوا أن ديك النقطة إلا مشات راها يقدر مثلا واحد فايتك نقطة يعني يدي لك البلاصة، من الأحسن يعني نحاولوا أننا
الجودة المطلوبة، يعني نحاولوا أننا نحصلوا على أعلى درجات في المقر. إذا كيف ما قلنا أن بغينا مواصفات المسالمين والمتعلمات، وما شاء الله الأساتذة اللي تكلموا أعطونا مواصفات يعني شخصيا لم أدرجها، يعني مثلا المستوى المعيشي، مثلا يعني القرية والامتيازات التي تمتاز بها. يعني لاحظت أن هناك تنوع، وهذا ما نبحث عنه في الغرفة. يعني نحن 111، إلى تحصلنا غير على 11 ديال الإجابات متنوعة سيكون عندنا واحد البنك غني يعني. وهذه المناقشة هي التي تتعلق بالذهن، ناخذ كتاب وأقرأ أقرأ أقرأ وأحفظ عن ظهر قلب، ولكن كل مصيره النسيان والإهمال. ولكن الأمور التي تناقش، وخصوصا الأمور التي نخطئ فيها، يعني الأخطاء وتصحيحها هو كل ما يعلق بالذهن، وهي الأمور التي سيكون تذكرها آني. إذا ربما نكتفي بالمواصفات. إذا حسب، إذا سوف أعطي اللقاط. كما قلت لكم، نحن الليلة الوقت يعني لن نتقيد بالوقت، المهم هو الإجابة عن كل الأسئلة والاتفاق على شكل الجواب. يعني الأستاذ ما شاء الله أضاف لنا، الأساتذة الذين قدموا المداخلات الغنية أضافوا عناصر أخرى هي أيضا يعني ستفيد وستعزز الجواب لتتمكن من أخذ النقطة كاملة إن شاء الله. إذا تفضل الأستاذ بندحو، وسوف يمر سوف يعني أترك اللقط ليمر اللقط يعني بشكل آلي. شكرا أستاذة مطمئنة، وأعتذر عن هذا السؤال الفهم، يعني ما ظنيت أن خصنا نجاوب على كل شيء، أنا قلت ربع ساعة خصنا كنظن نجاوب عليها حتى الوضعية. عموما بالنسبة للسؤال الأول، الوسط ما مطلوبش، المطلوب هو مواصفات المتعلمين والمتعلمات. عموما هذا السؤال ما كنحطوش في المجودات وما عرفش، ولكن انطلاقا من مواصفات من السؤال يمكن نفكر شويه. المهم درت انا بدون تعليم اولي، تلاميذ بدون تعليم اولي، ان المستوى الاول هذه المواصفات. وشكرا. السلام عليكم. شكرا للاساتذه الكرام. فقط كنت اريد تعزيز للمداخلات السابقه بالنسبه للمواصفات، الاشاره سبقني الى الاستاذ سيدنا بحو فيما يخص التعليم الاول، يعني من ضروري الاشاره الى هل يعني المتعلمين استفادوا من التعليم الاولي ام لا. ثم اشاره اخرى بالنسبه للاسئله، راه يعني هناك ترابط. مثلا انا اخترت وسط القروي، خدمات متدنيه، اذا هذه المواصفات يجب ان اخذ بعين الاعتبار في بناء الوضعيه. اذا واظن ان الجميع اتفق على وسط قروي، قسم غير متجانس، خدمات ضعيفه، خدمات اجتماعيه من الكهرباء الى اخره، تعليم اولي، يعني المتعلمين لم يسبق لهم ان يستفادوا من التعليم الاول. ثم كملاحظه اخرى، احنا في الطفل والاسره، يعني في اول مجال، يعني ما كاينش تعلمات سابقه، ما كاينش مكتسبات، فقط هناك تمثلات. اذا امور دقيقه يجب ان نضعها تحت اكثر من سطر، يعني المجال الاول وتعليم اولي، يعني المتعلم لم يسبق له ان يستفاد من التعليم الاول. فشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ نعم. أود أولا أن أشكر الأستاذة سناء على المجهودات الجبارة التي تقوم بها، وعلى العرض القيم الذي أتحدثنا به في الحصة الأولى. وأتوجه بالشكر ثانيا إلى السيد أبو آدم وكل القائمين على الغرفة، لأننا فعلا استفدنا وسنستفيد ونستفيد دائما من العروض المقدمة في الغرفة.
بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بمواصفات جماعة القسم، بالنسبة لي الوسط قروي أو في حضري لا يتوفر سكانه على الماء والكهرباء، يعتمد سكانه على الفلاحة الموسمية والرعي. فيما يخص المتعلمين، مستوى تحصيلهم متوسط، يتميز بوجود 3 فئات: فئة المتميزين والمتفوقين، وفئة المتوسطين، وفئة ضعيفة. السلام عليكم، استاذ اسمع. نعم، بالنسبة أنا أقترح، يعني هذا فقط اقتراح، أن الجدار التي رأينا سابقا من الأحسن أن نجعلها كأرضية، وكل أستاذ يعني تدخله كاملا، يعني يتكلم عن العناصر كلها، ثم يعني وهكذا سنغني تلك الجدار في الأخير، نحصل على منتوج متكامل. أما إذا يعني إذا استمر على هذه الطريقة تحصل المواصفات فقط جزئية بسيطة، يكفي مثلا أن نشتري مثلا